تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوتليلات وبالتنسيق مع فرقة طفراوي من تفكيك شبكة وطنية مختصة في التزوير وترويج العملة الوطنية تنشط عبر التراب الوطني. التحقيقات المعمقة أفضت إلى توقيف شخصين متورطين في هذه القضية مع حجز مبلغ مالي مزور قدر بمليار و30 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار جزائري وحجز جميع المعدات المستعملة في عملية التزوير. كما تم في نفس السياق تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي وبالتنسيق مع فرقة النجمة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة الغير شرعية للمخدرات، بحيث تم توقيف 3 أشخاص متورطين في هذه القضية، بالإضافة إلى حجز 10 كيلوغرام من الكيف المعالج و40 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء وحجز سيارة سياحية كانت تستعمل في نقل هذه السموم. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة.